تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الملتقى الرمضاني التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي من الثاني إلى الثامن عشر من رمضان لعام 1431 للهجرة الموافق الثاني عشر إلى الثامن والعشرين من أغسطس لعام 2010 ميلادية. Under the patronage of His Highness شيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم Chairman of محمد بن راشد Society The Department of Tourism and Commerce Marketing organized the 9th Ramadan Forum under the slogan Gathering to Succeed from 2nd to 18th Ramadan 1431 12 to 28 August 2010. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لابد خلف الشاشة أناس أسلم عليهم. ثانياً الفعاليات ذي لا شك الحقيقة أن لها أثر ملموس في السنوات الماضية. شوف اللوحة 1431 صح؟ هذه السنة كم؟ ولا ما تدري؟ هذه عدة سنوات مرت على هذا الملتقى ورأينا أثره في كثير من دول العالم، فلا شك أن هذا الملتقى مبارك وموفق ومسدد، ونسأل الله أن يوفق القائمين عليه كل خير. إن أن عيث أن ثمرته ليس على دبي أو دولة الإمارات عامة، لا على كثير من دول العالم، ينقل عبر الشاشات والقنوات، فجزاه الله القائمين عليه كل خير وأثابهم الله، وشرف لي الحقيقة أنا أن أشارك بهذا الملتقى. بداية في الارتقاء ينبغي أن ننظر إلى الواجبات. أولا إلى العلم بالله تعالى، هل أنت تعرف من هو الله تعالى؟ هل تعرف حق الله جل وعلا على عباده؟ فإن حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وأن يعلموا ما لهم من الكمالات سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك أن تجتهد في تكميل حق الله تعالى في أداء ما فرض عليك، وفي اجتناب ما نهاك عنه. تفقد نفسك عند الصلاة مثلا،
عند الزكاة إذا كان لك مال، عند الصيام إذا كنت من أهل الصيام، عند الحج إذا كنت من أهل الحج، عند حقوق الخلق إذا كان للخلق عليك حق. هلم جر في سائر الواجبات، تفقد نفسك في الواجبات وانظر في المعاصي والسيئات. في الواجبات اجتهد فيها ثم استكثر من الخيرات والتطوعات، وفي السيئات تحاشاها واجتنبها، وبهذا تكون في طريق المرتقين. القرآن هو من أعظم نعم الله عز وجل علينا. القرآن فيه الهداية وهو موعظة للمؤمنين، والقرآن فيه هدى وشفاء ورحمة، وهذه الهدى والشفاء والرحمة لأمراض قلوبنا ولأمراض أبداننا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التمسك بالقرآن والاعتصام به، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الاعتصام بالقرآن هو صمام الأمان لهذه الأمة. الأمة لن تستطيع أن تجتمع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما اجتمعنا على القرآن والسنة بفقه صحيح وفهم واضح، نستطيع أن نرتقي بهذا القرآن. القرآن يرتقي به الإنسان في الدنيا، ولهذا كان الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى يحث على حفظ القرآن، ويقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته. تجد الذي يحفظ القرآن ليس كالذي لا يحفظه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رأوا شخصا قد حفظ البقرة وآل عمران قدموه على غيرهم. لماذا؟ لمنزلة القرآن ومكانته وأهميته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال: واجعلني الله عز وجل يقول: واجعلني للمتقين إماما. قال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن أكبركم ويؤمكم أحفظكم. فالأحفظ هو الذي يؤم الناس. أن القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأحد الصحابة: من استخلفت على مكة؟ قال: استخلفت عبد الرحمن بن أبزة. قال: من عبد الرحمن بن أبزة؟ قال: هو حافظ للقرآن ولكنه مولى، ليس سيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. في الملتقيات الرمضانية، وأذكر منها في دبي أيضا، يأتي أطفال صغار يحفظون القرآن من أوله إلى آخره. والعجب ليس هنا، العجب أنهم لا يحسنون اللغة العربية، فتجد عمره لا يتجاوز 10 سنوات ويتقن القرآن إتقانا كاملا. القرآن يحيي القلوب ويسعدها وينير طريقها والدرب لها، لكن هذه السعادة وهذا النور لا يتم إلا إذا تدبرنا القرآن. الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولن نتمكن من تدبره إلا إذا فهمنا وفقهنا معاني القرآن حتى نستطيع أن نعي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الجنة أيضا يكون الارتقاء بالقرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. محاضرة اليوم عن 5 وصايا للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال في حديث أبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. سأتكلم عن هذه الوصايا باختصار، وأحاول أيضا أن يعني أربطها بالواقع قدر المستطاع. أحب يسألون يقول: انطباعك عن هذه الملتقيات وأهميتها. انطباعي صراحة كل سنة أنا أرى تجدد وأرى تميز وأرى جهودا مباركة مبذولة، وأهمية هذه الملتقيات تأتي لاحتواء الأسرة. احتواء الأسرة من الصغير إلى الكبير، من الطفل، من الأم، من البنت، من الأب، من حتى الجدة، بل حتى الجاليات السنة هذه أنا رأيت لهم بعض الجهود المباركة. هذا إن دل يدل أنهم يخاطبون جميع فئات المجتمع، من الذكر والأنثى، من الكبير والصغير، يستقطبونهم في هذا الشهر المبارك أقل ما يقال، حتى يجعلونهم في مجالس مباركة تحفها الملائكة بدل تلك القنوات الفضائية التي فيها ما لا يرضى رب العالمين وينزله الجبين. فصراحة الثمار عديدة جدا في مثل هذه الملتقيات، يكفينا منها أنهم يجمعون الناس في مجالس مباركة، مجالس خيرة فيها النفع العظيم والثمار المباركة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أن هذه المحاضرة قد تكون فريدة في نوعها،
ولأول مرة تطلب مني مثل هذه المحاضرات، محاضرات العلمية الدقيقة، علاقة اللغة العربية بالهوية. وأظن أن هناك كتيبا نقل فيه صاحبه دعوة من صاحب السمو رئيس الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، حديثا طيبا وشيقا يدعو إلى الاهتمام باللغة العربية كتدعيم للهوية أو كإحدى وسائل تدعيم الهوية التي نطالب بها في الإمارات وفي كل دولة عربية. أنا أنصح إخواني ونفسي أولا بأن المواصلة ينبغي أن تكون في الصدق مع الله عز وجل، لأن العبد إذا صدق مع الله عز وجل صدق الله معه، وإذا أحسن وفادته إلى الله عز وجل أحسن الله وفادته ويسر عليه. ولهذا الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كأن الله عز وجل يقول الذكر موجود لكن من يريد أن يذكر سنيسره له الله، والقرآن موجود ومن أراده سنسهله له، والحمد لله والعبادة موجودة، لكن اليوم مع هذه الشهوات والمغريات نحتاج أن نكثف العمل الدعوي، لا لأنهم كفار، لا والله، بل إخواننا وأحبابنا ومسلمين نحن معهم على منهج سليم، لا، لكن نلين لهم بالخطاب حتى نرغبهم بالعبادة، نحببهم حتى يصلوا معنا بإذن الله إلى أوج الرقي المطلوب في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني ربما يضيق الوقت أو ربما الوقت ضيق على قضية الاقتراحات والأفكار، لكن كنت أتمنى أن الخطيب الصغير يعني لا يقف عند حد الإلقاء، وإنما يكون هناك تقييم وإخراج الأول والثاني والثالث حتى كمسابقة تصير على مستوى دبي يتنافس فيها الصغار وتتحرك البيوت ويتنافس فيها الآباء والأمهات على أن ابنهم أخذ هذا العام في الملتقى الأول. يعني فهذه لا شك لها أثر كبير جدا، يعني نجني ثمرة مثل هذا لا شك التنافس إن شاء الله، وفي ذلك يتنافس المتنافسون. أنت لما قلت يغادر سريعا، يعني هذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فرمضان أيام معدودات، وعادة الشيء المعدود قليل، ولأنه معدود يجب على الإنسان أن يستثمره أفضل الاستثمار وأعظم الاستثمار. فرمضان فرصة لا تتكرر إلا في السنة مرة، وكم من الناس فعلا عاشوا معنا رمضان الماضي لكن ما عاشوا معنا رمضان هذا، وربما يعيشون معنا رمضان هذا ولا يعيشون رمضان فلذلك الإنسان يسارع يعجل يستعين بالله سبحانه وتعالى في استغلال رمضان. ثم لا ينسى أن، وهذه إجابة على النقطة الثانية، أن ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا ليس هو مجرد الطاعة والعبادة والإيمان به والعمل الصالح، إنما هو هذه الأشياء والثبات عليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه الحقيقة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني كأن السؤال يطرح إلى متى أدعو إلى الله، وإلى متى أكون متأدبا وخلوقا وعادلا مع زوجتي ومربيا لأولادي وحبيبا ولبيبا وطيبا ومبتسما، إلى متى؟ إلى سنة وسنتين وعشر سنوات؟ لا، إلى اللحظة الأخيرة من حياتك. الله عز وجل رتب جنات النعيم والبشرى في الدنيا أو في الآخرة على الثبات لا على مجرد العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لاحظ ثم استقاموا، ولما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ذاك السؤال المختصر الواضح البين، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا استقمنا على طريقة الله سبحانه وتعالى وثبتنا على طاعته وعلى بر الوالدين وعلى الكلمة الطيبة والتعامل الحسن والأدب الراقي، هنا يثبت الله سبحانه وتعالى لنا نعمته بل يزيدنا من هذه النعمة. لا شك أن في رمضان الله عز وجل يعطينا دورة تربوية لتهذيب النفوس فيبعد عنا شواغلها من الشيطان، ويجعلنا نكبت أنفسنا بترك الشهوات ويزيد إيماننا، فهي دورة تربوية دائما معلوم في الشرطة في الجيش في التعليم، الدورة التربوية تكون دورة تربوية مكثفة. هذه الدورة دورة تربوية مكثفة للضغط على النفس للتحكم في شهوات النفس، وأعداء الأعداء هم اثنين،
النفس والشيطان، فالشيطان في رمضان مصفد كما ذكرت، والنفس في رمضان مقهورة لأنه منع عنها مادتها من الشهوات من الطعام والشراب والنكاح. بعد رمضان، بعد رمضان النفس تطغى والله المستعان، لكن أنت قد تعلمت في رمضان كيف تكمع جماعها، تعلمت كيف تكون في رمضان متقا لله عز وجل. التقوى أثرها وعظم نتائجها في الدنيا والآخرة، يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن الجوزي رحمه الله: عالجت أمرا من الأمور لم أستطع له حلا، فرجعت إلى التقوى فحل الله لي أمري. التقوى في الدنيا والآخرة، أما في الآخرة إن المتقين مفازا، إن المتقين عند ربهم في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فوز الدنيا والآخرة مرتبط بالتقوى، والتقوى في رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. My message today is mainly to non-Muslims, letting them understand Islam and how to understand religion. Because religion by definition means a belief in a superhuman controlling power, a personal God, a God that is a worship. So religion means a concept of God. So the main focus of any religion is to understand the concept of God. And by making all the different religions understand the concept of God, I am following the verse of the Quran of Surah Imran, chapter 3, verse 64, which says, "Ta'ala vila kalimatin sawain bainabina." Come to common terms as been ascending. So my main aim is to get all the non-Muslims and Muslims on the common platform of believing in one God, Tawheed. This topic is important because, you know, we need to always take the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muslims today are feeling a lot of pressure. They're feeling like they're being misunderstood. So I want to take them back in time to show them an example of how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was also feeling pressure in Mecca, and he was misunderstood, and there were things said against him that are not true. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed, you know, the beautiful chapter Al-Kawthar to him in this time. So I will be giving literally a tafsir of Al-Kawthar through the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the seerah, to show the Muslims his example, that we can benefit in the month of Ramadan, and we can put this in our life. Even though we feel pressure in the world, there's still a place for Muslims in the world. Even though they say that, you know, we are terrorists or we are involved in violence, Islam is the religion of peace. And we need to let people know that it's the religion of peace and progress and technology and the religion of the future. Well, in our religion, we know that the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, has clearly informed us that Al-Islam is going to prevail and is going to spread all over the world. As he said, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, today, from the tongues of the enemies of Al-Islam even, Al-Islam is the fastest growing religion. Although they're claiming that the Muslim woman is oppressed by the religion, we find the phenomenon of non-Muslim women in the West embracing Islam in great numbers. So if they were in fact being oppressed, why would they embrace the religion? They embrace the religion because if a person came to expose themselves to the religion of Islam sincerely and open-mindedly and with an open heart, you're going to be bound to be impressed with what Islam has to offer. But at the same time, there are many challenges. There are many challenges. And from the challenges, the disinformation that is being put out there, the false and negative propaganda that being put out there about the religion and about Muslims. But even with this, as Allah Ta'ala mentioned in the Quran, Shaytan, he has his kaid, he has his plan, and Allah Subhanahu wa Ta'ala also has his plan, and Allah is the best of those who plan. So my lecture tonight is about an industry that's growing all across the world, which is the self-help industry. And when you analyze the self-help industry, you'll notice that there are a lot of reoccurring themes that are found in the religion of Islam as well. And I want to point these things out and show that Islam brings about these themes of success, and Muslims need to go back to their religion, analyze the religion, and they'll find these themes of success within the religion. And then you can actually take these pillars of success and take them to the next level by implementing them and further your reading through these other books that are available as well. So I looked at the topic of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet, may the peace and blessings of Allah be upon him, being a mercy to mankind, as it came in the verse,
سورة الأنبياء verse 107 when Allah subhanahu wa ta'ala said وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you except for a mercy for all of mankind. So I want to focus on this because the misconceptions we hear in the media today and the attacks you have from some Westerners on our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So now when you can hear about his from his seerah, from his biography, how he really was and how he is a mercy to mankind, this is beneficial for us as Muslims, alhamdulillah, and beneficial also for the non-Muslims. So I found it to be a very good topic for both Muslims and non-Muslims. That's why I chose this is my title. Yes. Behavior what matters. Again, remember what I said, they don't differentiate between an Islam and Muslim. If you smoke and you flick your cigarette and you walk away and say, look at that guy, look at that guy, who is he? Who's a Muslim? Man, these people are nasty, you know. But if someone does that and you pick it up and you put it in the right place and say, oh man, you know, who's this guy? He's a Muslim. Well, that's not bad. That's not bad. You know, again, these people being programmed that you're negative, that you really don't know what you're doing. You're barbaric. You just destroy things. You know, look at the news. You know, always killing each other. You all, they don't see the beauty of Islam because that was never shown. It was never shown. So what I'm saying, yes, behavior is the keyword. Let us change our behavior. Just live as a Muslim. Don't live as an Egyptian. Don't live as a Somali. Don't live as a Sudanese. Live as a Muslim. I have to remind them that our country, Philippines, was once a Muslim country. And of course, we have to explain to them our belief as far as Jesus Christ is concerned. Because many Filipinos, they thought that we Muslims are no longer believing in Jesus Christ. So we have to explain to them that you will not be a true Muslim until and unless you love and respect Jesus Christ as one of the mighty prophets of Allah, the Almighty. Then, of course, if they will become a Muslim, if they will accept Islam, the truth of the matter, they will not change their religion because some Filipinos, they thought that if there are Filipinos coming to the fold of Islam, they are changing their religion. So I have to explain to them that if they will embrace Islam, they will not change their religion, but the truth of the matter, they will only return to the very religion of our great grandparents. Because according to our history, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. So that was the time only that the Spaniard introduced Christianity. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر الفضيل وتقبل الله طاعتكم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى الصراط المستقيم والدين القويم. أما بعد، إخواني المسلمين، فهنيئًا لمن ختم القرآن مرات ومرات في هذه الأيام المباركات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. معاشر المسلمين، أكثروا من الاستغفار، والزموه ليلا ونهارا سفرا وحضرا. فربنا جل وعلا يقول لنبيه آمرا لأمته: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عباد الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة الكرام، ينظر الناس إلى القوة على أنها سر من أسرار السعادة، وأنه كلما كان المرء أقوى كلما كان أسعد، أو كلما كانت فرصته للسعادة أكبر. والذي ينظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
يجده أقوى الأقوياء، فما سر قوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم لم يا عباد الله أن رقابة البشر على البشر قاصرة، البشر يسهو يسافر يموت، إذن فلتسقط رقابة المخلوقين ولتسقط رقابة الكائنات جميعها، وتبقى الرقابة الكاملة الرقابة المطلقة، ألا وهي رقابة الله جل وعلا. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلصا بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلصا بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثيرا زاد طاعاتي قليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال، سوء أعمالي كثيرا زاد طاعاتي قليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مخلصا بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. وللدعاء آثار إيجابية كثيرة في حياة الإنسان، منها ما هو عاجل ومنها ما أجله الله تعالى للآخرة. ومن آثاره في الدنيا أنه يزيل الهم والغم وينور القلب، وأنه السبب في نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، وينفع صاحبه عند الشدائد. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يتفاوت الناس في مكارم الأخلاق ومقامات الإحسان، وإن العفو من أجل الصفات وأنبل الخصال. يقول جل في علاه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والصفح أقرب للتقوى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. وتذكروا إخواني، عندما دخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، جلس صلى الله عليه وسلم في المسجد والمشركون ينظرون إليه وقلوبهم مرتجفة خشية أن ينتقم منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. But what is it that Allah wants us to do? And what is it that we are supposed to spend our lives indulging in? The answer is clearly stated in Surah Al-Dhariyat, verse 56. Allah subhanahu wa ta'ala says,
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Verily, I have created not human, jinn and mankind, except that they may worship me alone. So this verse clearly states that our goal in life and our objective, well, what should be our objective in life, is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Our time should be spent indulging in salah, prayer, fasting, giving charity, reading the Quran, or supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala. All these are only some of the acts that we should spend our lives doing, and these are the acts that Allah has created us for. أسباب تعاطي المخدرات، حب الاستطلاع، يمكن البروز، الإنسان يحب أو الطفل أو الشخص الشاب يحب أن يكون مثلا بارز بين أصحابه، فيبدأ يدخن سيجارة، يبدأ يتعاطى، يبدأ يأخذ حبوب وغيره وغيره. في مادة موجودة اليوم يمكن أنا يعني أحب أن أنوه عليها وأذكر أولياء الأمور فيها، هي مادة اسمها التشيني كيني. هذه موجودة تنباع، يمكن كانت في الدكاكين إلى الآن يمكن بيعت في بعض الدكاكين، هي ممنوعة حقيقة. المادة هذه عبارة عن يعني مصاص ينحط تحت اللثة، هي فيها معدل نيكوتين أكثر من المعدل اللي موجود في التدخين، وبالتالي يعني فيها بعد ذلك مسألة تلوث في اللثة وإصابتها بأمراض داخلية وتشققة، وبعدها إذا استمر على المسألة تصل المسألة إلى السرطان والعياذ بالله. فدائما نحن ننوه عليه، هي يعني كيس صغير أخضر موجود في بعض الدكاكين، يعني هو ممنوع حقيقة، لكن يمكن إذا أحد فيكم وجد من هذا الشيء يعني يسعف نفسه دائما، يسعف أبنائه. وفي رقم مجاني متواجد دائما اللي هو 800 400 400، اللي يجد شيء
اللي يجد إنسان مثلا متعاطي يحب أنه مثلا ما أقول يبلغ، حب أنه يساعد إنسان مثلا يكون من أهله، يأخذ هذا الرقم ودائما 800-400-400 ويرجع إليه، فأكيد يعني لا تغطاه العقوبة، إنما يتم علاجه لأن أحد أهله اللي بلغ عنه أو اللي رجعه للإدارة. This service it's called BARC. In case you want to renew the visa without coming to immigration, we will send our couriers to you. We will take the application, it must be signed by the sponsor, and we will take the original passport, and it will take maximum 2 days working. And once the visa will be renewed, you will get SMS with the approval of the visa, and the courier will come wherever you are, either at home or in your office, just to give you the passport with the passport renewed. And this service, it costs only 40 dirhams extra of the normal fees that you will pay for renewing the visa. There is a service, it's called M-Visa service, and the cost of this only 20 dirham extra. For example, I want to bring a guest from outside of the country. The sponsor plus the customer will get SMS with the barcode of the visa number, plus you will get the email with the visa copy. At Dubai Airport, there is a special counter for M-Visa, and there is a special counter for iScan. As soon as you reach to the counter, the passport controller, he will just print out the visa for you and he stamp it for you, and then you can go. That's it.